معالم الإسلام أو الإسلام في سطور. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، ما هو الإسلام؟ الإسلام هو الامتثال لإرادة الله تعالى واتباع شريعته. إن كل شيء وكل ظاهرة في هذا العالم عدا الإنسان تخضع تلقائيا للقوانين التي وضعها الله، أي أنها تطيع الله وتجري وفقا لقوانينه، وهذا هو معنى الإسلام. الإسلام في اللغة العربية مشتق من المصدر سلامة، الذي يشتق منه السلام والنقاء والخضوع والطاعة. يتميز الإنسان عن غيره من المخلوقات بصفات الذكاء وبحرية الاختيار، لذا يدعوه الإسلام بعد أن يقتنع بعقله ويختار بإرادته أن يمتثل لهدي الله وأوامره فيعتنق الإسلام. والامتثال لهدي الله واتباع أوامره الهادية هو خير ضمان لسلام الإنسان وتوافقه مع نفسه. والإسلام هو جوهر كل الرسالات التي أرسل بها الله كافة أنبيائه ورسله إلى بني آدم، وهي الرسالة الواحدة لإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد. وفي سورتها النهائية التي أوحيت إلى خاتم المرسلين محمد جاءت وقد صححت وأتمت وختمت كل ما قبلها. لفظ الجلالة الله يعني باللغة العربية الإله، وعلى وجه التحديد الإله الواحد الخالد، خالق الكون، رب الأرباب، ملك الملوك، الرحمن الرحيم. وهو بعينه اللفظ الذي يفهمه الناطقون بالعربية من يهود ونصارى. ثانيا، إيمان المسلم. يؤمن المسلم بالإله الواحد الأحد العظيم الباقي الكبير الجبار الرحمن الرحيم الخالق الرازق. ليس لله أب أو أم ولا بنين ولا بنات، لم يلد أحدا ولم يلده أحد، ليس كمثله شيء، هو رب كل البشر وليس خاصا بطائفة أو جنس. الله في عظمته وعلوه قريب، جد قريب من كل مؤمن تقي ذاكر، فيجيبه إذا دعاه ويعينه إذا استعانه. وهو يحب كل من يحبه ويغفر لهم خطاياهم، وهو ينعم على عباده بنعم السلام والرضا والهدى والفلاح. الله هو الرزاق الكريم، الغني المغني، العفو الغفور، الصبور الشكور، الصمد الستار، الحكم السلام. وقد بين القرآن الكريم العديد غير ذلك من صفات الله تعالى. خلق الله للإنسان العقل ليفهم به ويدرك، والروح والضمير ليهتدي إلى الخير والصواب، والمشاعر والأحاسيس ليكون إنسانا عطوفا. لو أردنا أن نعد نعم الله علينا ما استطعنا، لأنها لا تحصى. وفي مقابل كل نعم الله علينا ورحمته بنا هو في غنى عنا، لأنه الغني المتعال، وكل ما يطلبه منا هو أن نعرفه حق المعرفة فنحبه ونعمل بشرعه بما يعود علينا بالخير. اثنان، يؤمن المسلم بكل الرسل والأنبياء من الله تعالى، لا يفرق بين أحد منهم، وهم جميعا بشر حباهم الله بوحيه ورسالاته واصطفاهم لهداية الناس. وقد ذكر القرآن منهم 25 نبيا ورسولا، وأشار إلى أن غيرهم كثير. من الذين ذكرهم من الأنبياء والمرسلين نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق وموسى وعيسى ومحمد. وقد جاءوا جميعا برسالة الإسلام لله الواحد والامتثال لقضائه
وطاعة أوامره. 3. يؤمن المسلم بكل الكتب السماوية كما كانت في صورتها الأصلية الكاملة، وأنها قد أنزلت لهداية الناس إلى صراط الله المستقيم، وقد أشار القرآن إلى الكتب التي أوحيت إلى إبراهيم وموسى وداود وعيسى ومحمد. لم يبقى الآن من كل الكتب السماوية التي سبقت القرآن أي كتاب في صورته الأصلية التي نزل بها، فمنها ما ضاع ومنها ما أخفي، ويرجع ذلك إلى ما وقع فيه أتباع اليهودية والمسيحية في القرون الأولى من خلافات واتباع للأهواء. حتى يومنا هذا يبقى القرآن وحده كتاب الله الصحيح الكامل، ولم يجادل أحد من أهل العلم مسلما أو غير مسلم أن القرآن هو اليوم كما كان منذ 14 قرنا، يردده المسلمون بلا خلاف في كلمة ولا حرف. إن الله الذي أنزل القرآن تعهد بحفظه، فحفظ من أي تحريف أو ضياع أو إخفاء. 4. يؤمن المسلم بملائكة الله، وهم مخلوقات نورانية رائعة خلقها الله، ولا يحتاجون إلى طعام أو شراب أو نوم، وهم منزهون عن الشهوات الجسدية أو الأطماع المادية. الملائكة مسخرون لطاعة الله في كل حين، ولكل منهم دور مرسوم. لا يستطيع البشر رؤية الملائكة، وذلك لقصور حواسنا، فلا تكفي الحواس وحدها لإدراك كل شيء حولنا، فأعيننا لا تبصر إلا في مدى موجي يمتد من الموجات الحمراء إلى البنفسجية، وكذلك السمع وغيره من الحواس. 5. يؤمن المسلم بيوم الحساب، وسينتهي عالمنا الأرضي الذي نعرفه في وقت محدد، وسيبعث الموتى للحساب الأخير العادل. كل ما يصدر عن الإنسان من قول أو عمل أو فكر أو نية يحصى عليه ثم يحاسب عليه يوم القيامة، حيث يجد كل منا حسابه منشورا، وسيجزى من كانت صاحبته ناصعة بالخير أفضل الجزاء، ويلقاه الله أحسن لقاء في جنته. أما من امتلأت صحائفهم بالسوء فسيلقون العقاب العادل فيلقوا في جهنم. حقيقة الجنة والنار لا يعلمها إلا الله وحده، وقد وصفها سبحانه في القرآن في صورة تقربهما إلى أذهان البشر. من رأى منا أنه لا يلقى في هذه الحياة الدنيا جزاء عادلا ولا تقديرا وإنصافا لما يفعله من خير، فليعلم أنه سيلقى الجزاء الأوفى والثناء الطيب يوم الحساب. وكذلك إن بدا لنا ظاهريا أن أناسا ممن يرتكبون المعاصي ويقترفون الرذائل غافلين عن الله ورسالاته يفوزون بنعيم الدنيا وبالنجاح والتقدير، فإن مآلهم الحتمية إلى الحساب العادل الرادع يوم القيامة. لا يعلم موعد الساعة إلا الله، والله وحده. 6. يؤمن المسلم بالقضاء والقدر. القضاء والقدر علم الله الأزلي وقدرته على تقدير وإنفاذ إرادته، فالله لم يخلق الكون عبثا ولم يدعه كما مهملا. الله حكيم عادل رؤوف، وقدره كله خير، رغم أننا نقصر أحيانا عن إدراك حكمته في أقداره. يجب أن نثق بالله تماما ونتقبل ما يفعله بنا، لأن إدراكنا محدود وفكرنا لا يتجاوز رؤيتنا الفردية، بينما علمه لا يحده شيء وحكمته تمتد إلى الكون كله. على الإنسان أن يفكر ويخطط ويدبر بحكمة ثم يترك الأمر لله، فإن لم تسر الحياة على هواه لا يهتز إيمانه ولا يستسلم للهواجس والقلق المدمر. 7. يؤمن المسلم
أن الهدف من هذه الحياة عبادة الله، ولا تعني العبادة في الإسلام التفرغ للعزلة والتأمل، ولا مجرد أداء الشعائر، وإنما عبادة الله هي أن نحيا الحياة كما أمر ولا نعتزلها. عبادة الله هي أن نعرفه ونحبه ونطيع أوامره ونطبق شريعته في كل أمور الحياة، وأن نعمل في سبيله بتحري الصواب وتجنب الشر، وأن نؤدي حقه علينا وحق أنفسنا وحقوق إخواننا من البشر. 8. يؤمن المسلم أن الله قد اختص الإنسان بمكانة عالية فوق غيره من المخلوقات التي نعرفها، وقد ميزه الله بهذه المكانة بما حباه من قدرات عقلية ونوازع روحية إلى جانب المهارات العملية. وليس الإنسان كائنا ملعونا منذ مولده إلى موته، بل هو كائن مكرم قادر على القيام بكل ما هو خير ونبيل. 9. يؤمن المسلم أن كل إنسان يولد على فطرة الإسلام، فقد حب الله كل إنسان الاستعداد الروحي والاستعداد العقلي ليكون مسلما طيبا. يولد كل إنسان كما أراد الله له، تبعا لما أمر به وقدر. 10. يؤمن المسلم أن كل إنسان يولد بريئا من الخطيئة، وعندما يصل الإنسان إلى سن النضج ويصبح رشيدا عاقلا يصبح مسؤولا عن أفعاله ونياته، فالإنسان بريء من الخطايا والآثام طالما لم يرتكبها. ليس ثمة خطيئة بالوراثة ولا ما يسمى بالخطيئة الأولى. صحيح أن آدم أبا البشر ارتكب أول خطيئة، ولكنه دعا الله أن يغفر له فعفى عنه. 11. يؤمن المسلم أن عليه أن يسعى بنفسه لخلاص نفسه باتباعه لهدي الله. ليس لأحد أن يكون وسيطا بين المرء وربه، وإنما يتحقق الخلاص بالإيمان والعمل وبالعقيدة والممارسة. إيمان بلا عمل صالح لا قيمة له، مثله مثل العمل الصالح بلا إيمان. 12. يؤمن المسلم بأن الله لا يحاسب أحدا قبل أن يبين له طريق الصواب. أما من لا يعلم ولم يتيسر له أن يعلم شيئا عن الإسلام فلا يعد مسؤولا عن ابتعاده عن الإسلام، وعلى كل مسلم أن يدعو غيره إلى الإسلام قولا وعملا. 13. يؤمن المسلم أن إيمانه لا يصح أو يكتمل إن كان إيمانا أعمى لا يستند إلى دليل. يجب على الإنسان أن يبني إيمانه على أساس راسخ من القناعة العقلية بلا أدنى شك أو ارتياب. يؤكد الإسلام حرية العقيدة ولا إكراه في الدين، ويكفي أن بالعالم الإسلامي بعضا من أقدم بيع اليهود وبعضا من أقدم الكنائس ما زالت قائمة إلى يومنا هذا. 14. يؤمن المسلم أن القرآن كلام الله أوحاه إلى النبي محمد بواسطة الملاك جبريل. نزل القرآن منجما في مناسبات متعددة ليجيب على تساؤلات ويضع الحلول ويحسم الخلاف ويرشد الإنسان في كل أموره إلى طريق الحق. نزل القرآن باللغة العربية وما زال كاملا صحيحا في نصه العربي إلى يومنا هذا، ويحفظه ملايين البشر عن ظهر قلب. 15. يؤمن المسلم ويميز بين القرآن وبين سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فبينما القرآن كلام الله فإن السنة النبوية أي أقوال الرسول وتعاليمه وأفعاله هي البيان والتجسيد العملي للقرآن. كلا القرآن وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هما المصدر الرئيسي لمعرفة الإسلام.